قرب يخلص والشتا خلاص هيدخل علينا. طيب هنعمل ايه يا ارنوب؟ ايه رأيكم يا اصحابي نبني بيت احنا الاربعة ونعيش فيه طول الشتا؟ كاك، ويا ترى هنبنيه ازاي يا اصحابي؟ من الطوب والقش والخشب يا بطوط. فكرة جميلة يا سنجوب، يلا نبتدي نبني البيت. ممكن تقسم لكل واحد فينا مهمة يا باندا؟ انت يا سنجوب تحفر اساس البيت، وانت يا ارنوب تصنع الطوب وتيجي تبني الحيطان، وانت يا بطوط تجيب اغصان الشجر وتصنع منه الباب والشباك، وانا هجيب القش وارصه فوق سطح البيت. كل الشغل ده سهل قوي، يلا بينا نبتدي. انا مش عارف اصنع الطوب، وكمان تقيل قوي على ايديا، ومش عارف اعمل ايه. كاك، انا لازم اطير علشان اعرف اكسر اغصان الشجرة. كاك، الاغصان ناشفة قوي على المنقار بتاعي، مش عارف اكسرها. انا كل ما لم شوية قش يطيروا مني، مش عارف المهم ازاي. انا ضوافري وجعتني قوي ومش قادرة اكمل حفر. كاك، انا مش قادرة اكمل خالص يا سنجوب. ولا انا كمان يا بطوط. يا باندا، احنا تعبنا كتير قوي ومش عارفين نبني البيت، ايه رأيك خلاص احنا مش هنبنيه؟ عندك حق يا ارنوب، البنيان صعب قوي. خلاص يا اصحابي احنا مش هنبني البيت. شكلكوا تعبانين قوي يا اولاد، تعالوا ارتاحوا عندي شوية. كاك، يا ريت يا عم سلحوف، احنا تعبنا قوي. انا ضوافري وجعتني من الحفر. باك، وانا كمان من قري وجعني قوي. طيب تعالوا نرتاح جوه. شكلكم جعانين قوي يا اولاد، استنوني هنا هجيب لكم اكل وهاجي بسرعة. اتفضلوا يا اولاد، كل واحد ياخد الاكل بتاعه. يا عم سلحوف، انت غلطت في توزيع الاكل بتاعنا. ازاي يا اولاد؟ انا اقدر اكل الجزر. كاك، وانا اقدر اكل الحبوب. وانا اقدر اكل اللحمة. وانا اقدر اكل البندق. وكمان انتوا غلطتوا في تقسيم المهام ما بينكم. ازاي يا عم سلحوف؟ انت يا باندا تقدر تصنع الطوب بكل سهولة، وانت يا ارنوب تقدر تحفر اساس البيت بسهولة، وانت يا سنجوب تقدر تكسر اغصان الشجر بسنانك القوية، وانت يا بطوط تقدر ترفع القش فوق البيت، وبكده تقدروا تبني البيت بسرعة قوي. عندك حق يا عم سلحوف، احنا هنروح نبني البيت بسرعة. انا قربت اخلص حفر ولسه ما تعبتش. الحفر ده حاجة سهلة قوي. عم سلحوف كان عنده حق. كاك، انا لميت قش كتير قوي، واقدر كمان احطه فوق البيت بكل سهولة. قربت اخلص كل الطوب بتاع البيت، هلمه دلوقتي واروح ابني البيت بسرعة. انا لميت كل الخشب اللي هقدر اعمل بيه الباب والشباك، وكمان هعمل سور حوالين البيت. الحمد لله، احنا خلصنا البيت بسرعة قبل الشتاء ما يجي. ايوه خلصناه بسرعة قوي وبمجهود قليل. ده لأن كل واحد فينا عمل الشغل اللي هو بيحبه وبيعرف يعمله. كاك، شكرا ليك يا عم سلحوف. برافو عليكم انتوا يا أولاد، البيت بقى شكله جميل قوي.